بداية، أي دعم من الشعوب الدول العربية بيوصل بشكل أو بآخر للشعب الفلسطيني بقطاع غزة وبالفلسطين بشكل عموم. الدعم، أي دعم شعبي بيطلع من الدول العربية بيوصل بشكل كتير لامس قلوبنا بقطاع غزة وبفلسطين بالعموم. بنحس قديش احنا في ناس حاسه فينا، حاسه بوجعنا، واقفه معنا، ما زالوا شايفين القضيه الفلسطينيه هي القضيه الجوهريه والمحوريه في الوطن العربي وبيسعوا دائما لحلها. الشعب الفلسطيني وخصوصا الشعب الفلسطيني بغزه يستقوي من قوه وايمان الشعوب العربيه بقضيته. احنا مشكلة في بعض الدول انه ما بيكون في تغطية اعلامية بشكل متوازن ومتواضع ومتساوي مع رواية الاحتلال. في فعليا في تظاهرات كتير ووقفات كتير صارت بمصر، بس للأسف ما في تغطية اعلامية صحيحة طلعت هاي الوقفات. الوقفات اللي صارت في نقابة الصحفيين كنت أتمنى أن يكون في تغطية إعلامية أكبر لإلها، يمكن لأنه كمان في أمور شوية ممكن هي بتحكم داخل مصر، فمش عايزين أنه هو يصير في إثارة لمشاعر الشعب المصري عشان ما يصيرش في توجه للحدود وتصير في مشاكل أكتر، أو أنه يكون في خلل على الحدود وتصير في مناوشات، طبعا عشان امن وسلامه الشعب المصري. ولكن احنا بنتمنى ان يكون في تسليط اكبر على الاعلام المصري، خصوصا لانه هو اكثر دوله لامسه واقع الشعب الفلسطيني وخصوصا الوضع الحالي بقطاع غزه. احنا كاعلاميين وصناع محتوى على السوشيال ميديا بنعمل رسائل يوميه سواء كانت مكتوبه او مصوره، بنحاول نوصل فيها صوره الوضع بقطاع غزه، صوره معاناه الشعب بقطاع غزه. كاعلام دولي او عربي هتلاقي في المعارض او المحايد للاحتلال وصوره الاحتلال وروايه الاحتلال، وايضا هناك بعض الاعلام العربي اللي بيكون مساند للقضيه الفلسطينيه وبينقل فعليا الواقع بشكل موضوعي، مش هقول انه حيادي لجانب القضيه، هو بيشتغل بشكل موضوعي بس كمان لازم يكون حامل القضيه بالطرف الاخر، ما يكون متخاذل معها. هذا وضع الإعلام. إحنا كإعلاميين وإحنا كفلسطينية بالشتات مهمتنا إنه إحنا نوصل رسائل أهلنا بقطاع غزة ونوصل معاناتهم لكل الناس، لكل العالم، إنه هو يعرف إنه هذا الشعب بده يعيش، هذا الشعب مش متحرك من مكانه. كل الروايات اللي بتطلع إنه شعب غزة بده أو الشعب الفلسطيني بغزة بده يطلع على الحدود المصرية على سيناء، هذا ما في منه كلام، ما في منه، هذا عاري عن الصحة. هاي رواية بيبسها الإعلام الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية بالإضافة للحكومة الأمريكية. بايدن أيضا طلع وحكى إنه حفاظا على أمنهم إنهم يطلعوا لفترة وجيزة بعد ما يخلصوا عمليتهم ويرجعوا، هذا نزوح آخر، هاي نكبة أخرى غير الـ 48 والـ 67. ما حدا واعي لكل المخطط الأمريكي والإسرائيلي اللي بيصير في المنطقة العربية. نتنياهو طلع وحكى راح تشوفوا شرق أوسط جديد، شو مستنية بعد؟ شو مستنيين الدول العربية إن هي توقف جنب الشعب الفلسطيني؟ شرق أوسط جديد بيهدد بحرب شاملة، السفن الحربية والطائرات الحربية اللي جاية من أمريكا باتجاه قطعة كلها 365 متر مكعب يعيش فيه 2 مليون وشوية من الشعب الفلسطيني بغزة. كل هاي السفن ليش طالعة؟ عشان هذه النقطة، عشان حماس، عشان المقاومة، كل هذه طالعة علشان مجموعة مقاومة. بيقتلوا مدنيين، أطفال ونساء، بيقضوا على نسل كامل للشعب الفلسطيني من خلال حربهم على المدنيين. هذا كله عشان مجموعة مقاومين بدهم يقضوا عليهم، بيقضوا على شعب؟
وين حقوق الإنسان ووين الأمم المتحدة وين القرارات الدولية اللي بيطلعوا فيها؟ ما حدا بيقدر يوقف إسرائيل. إحنا محتاجين كشعب فلسطيني إنه يكون في قرار عربي قوي يطلع ويوقف الاحتلال ويكون قد كلمته قدام الغرب. فحروب مصر على إسرائيل وقفت كل الدول العربية معها، كان في جيوش عربية واقفة معها. إحنا ما قلنا إنه اطلعوا، نعرف إنه في سلام واتفاقيات سلام، وبنعرف إنه كل دولة بدها تحافظ على سلامة شعبها وأمنهم، بس كمان لازم يكون في عندك موقف. أنت بتقدر إنه أنت تمنع الأدوات الطاقة، مواد الطاقة اللي بتطلع وبقدر إنه هم يوصلونا من خلالها، أنت ممكن كدولة عربية وأنت أصلا بتصدر لهم هاي المواد إنه أنت توقفها عشان ما يقدروا إنه هم يتحركوا شبر واحد تاني، ما أنت بتمدهم بالطاقة. وين الموقف العربي اللي إحنا شايفينه؟ أبسط شيء بنقول لك وقف وقفة رجال مع الشعب الفلسطيني بغزة. أنتوا بتقولوا إنه إحنا لن نقبل بتهجير قطاع غزة، شعب الفلسطيني بقطاع غزة لن نقبل بتهجيره، أعطوني حل يكون فيه سلامة لأمن أطفالنا الجيل الجديد اللي هيحمل القضية ونضل قاعدين. إسرائيل قالت ونزلت مناشير امبارح وبست الفتنة بقلب الشعب والخوف بقلب الشعب، كل واحد على أولاده، وقالت لهم اطلعوا من الشمال للجنوب. هو أين الشمال للجنوب؟ الشمال من الحدود معهم بيت لاهية وبيت حنون وجباليا، بدهم يودوهم ناحية رفح وخان يونس وانقصفوا. صارت مجزرة بغياب الإعلام على طريق صلاح الدين، الطريق اللي المفروض هم مأمنين وقالوا لهم، قالوا للناس توجهوا عليه، الناس خافت، في ناس خافت وطلعت عشان أولادها، انضربوا مجازر أشلاء، شاحنات كبيرة كانت بتنقل أشلاء من الأطفال والنساء والرجال، شاحنات كبيرة كانت مليانة بأشلاء للأطفال. أنا الفكرة كلها إنه إحنا كإعلاميين موجودين بكل أنحاء العالم، إحنا كصناع محتوى موجودين، لازم نوصل رسالة، لازم نقول إنه إحنا في شعب بينهار، في شعب يباد في غزة، ما ينفعش إنه إحنا ضلنا ساكتين، لازم الإعلام العربي يتحرك. إحنا ما بنقول لك تعالى انحاز لطرفنا، مع إنه المفروض إن أنت كعربي تنحاز لطرفنا، شوف الموضوع بشكل تاني، شوف الموضوع إنه في ناس، شوف الموضوع من ناحية إنسانية، في ناس بتموت من أجل الأرض، من أجل الوطن. أنتوا بتطلعوا بتقولوا إنه إحنا تركناها للأرض، هاي الشعب بيكافح وبيتقتل وبيموت عشان الأرض، وقفوا معه، انقلوا صورة كل حدث بيحصل هناك ليعرف العالم الغربي المتواطئ مع إسرائيل شو اللي بيحصل، حقيقة الواقع اللي بيصير هناك. ما ينفعش نضلنا ساكتين وكل واحد خايف على منصاته وكل واحد خايف على حساباته على السوشيال ميديا، ما بينفع. وانت كإعلام عربي عندك قنوات، المفروض انه انت تكون واقف موقف إيجابي اتجاه القضية، مش موقف متخاذل، ما بينفع.